التي تأتي في إطار تقليدي، بحيث أنها مساحة لمعالي الوزراء في النقاش بكل أريحية من غير جدول أعمال، من غير قرارات، من غير منتج في الأخير. فهو مثابة عصف ذهني يتكلمون به من غير ما هو متعارف عليه في الإطار التقليدي في الاجتماعات لمجلس الجامعة مرتين في كل عام في شهر مارس وشهر سبتمبر. وكان الاجتماع الأول في يونيو الماضي في الدوحة، ويعني تم الاتفاق أن هذا التقليد والتي الآن الكويت ملتزمة به. أستطيع أن أقول أن هدف الاجتماع أتى بأكلة، حيث أن كانت هناك في إيجابية من جميع معالي الوزراء وممثلي الدول في الطرح الصريح الواضح الذي فيه تشخيص للقضايا ولمشاكل التي تحيط بعالمنا العربي أو بالنسبة إلى العلاقات العربية العربية. كذلك كان هناك في نقاش واضح وصريح بالنسبة إلى الخطوات التي من المفروض أن تعملها الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية لتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك. فمرة أخرى نحن تشرفنا وسعداء للغاية في تواجدهم في دولة الكويت، وصباح هذا اليوم تشرفت وبمعية أختي وأخواني معالي الوزراء ومعالي الأخ الأمين العام بلقاء سيدي سمو نائب الأمير ولي العهد، وبحضور سيدي سمو رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهما، واستمعنا من سيدي سمو نائب الأمير الرؤى والمرئيات وكل التوجيهات بالنسبة إلى تعزيز اللحمة العربية وفق الخطوط العريضة للسياسة الخارجية لدولة الكويت. فمرحبا بالجميع مرة أخرى في الكويت، ونرحب بمعالي الأخ الأمين العام، وإن شاء الله بعد الاستماع إلى مداخلة معالي الأخ الأمين العام نفعل إلى الأسئلة. شكرا لكم جميعا. شكرا سيادة الوزير. يعني ليس لدي الكثير لكي أضيفه على مداخلتك القيمة الواضحة اللي شرحت المسألة. الاجتماع التشاوري يقصد به اجتماع بدون جدول أعمال، بدون سابق الاتفاق على أي موضوع قد يطرح أو لا يطرح، بدون أي تسجيل، بدون أي خلاصات مكتوبة، لأنه هو مثلما ذكر السيد الوزير عصف ذهني. في هذا الاجتماع اليوم تم تناول الوضع العربي بكامله بكل مشكلاته، الوضع الإقليمي، التدخلات الإقليمية، وأيضا الوضع الدولي وتأثيره على الوضع الإقليمي والوضع العربي. طبعا في تفاهمات كيف نتحرك من اليوم حتى 9 مارس الاجتماع القادم في المجلس الوزاري في القاهرة، ثم الاجتماع الذي يليه الذي يسبق انعقاد الجمعية العامة في أيضا حوالي 9-10-8 سبتمبر، لم يتفق على الموعد بعد. بصفة عامة مثل هذه الاجتماعات أثبتت التجربة والنقاش أنه الوزراء لا يقيدهم شيء في الحديث،
وبالتالي بينطلقوا في أي اتجاه وبيتحدثوا مع بعضهم بكل الصراحة، وهذا يعود علينا جميعا بالفائدة، لا شيء مخفي. شكرا جزيلا. السلام عليكم، شهد المتروك مراسلة قناة العربية. سؤالي الأول لمعالي وزير الخارجية، هل تلقيتم رد رسمي من لبنان بشأن المقترحات الكويتية لنزع فتيل الأزمة الخليجية اللبنانية؟ وهل يتماشى هذا الرد اللبناني مع مطالب دول الخليج، خاصة فيما يتعلق بنفوذ ميليشيا حزب الله على الحكومة اللبنانية وسياساتها الخارجية؟ معالي الوزير، ما هي الخطوة المقبلة فيما يتعلق بالوساطة الكويتية في هذه الأزمة؟ السؤال الثاني للأمين العام، معالي الأمين، هل تم بحث جدول أعمال القمة العربية المقبلة في الجزائر؟ وما صحة حقيقة ما يثار من جدل بشأن تأجيل هذه القمة؟ وهل تم حسم ملف عودة سوريا للمشاركة في أعمال القمة العربية؟ شكرا. شكرا، شكرا لك. وبالنسبة إلى المقترحات التي نقلتها إلى الجانب اللبناني، كانت ورقة كويتية ولكن كذلك كانت ورقة خليجية وعربية ودولية، وكان هناك في تنسيق تام مع كافة دول الخليج في هذا الموضوع، فهي لم تكن كويتية صرفة. ثانيا، نعم أتانا رد ويشكرون عليه المسؤولون اللبنانيون في هذا المجال. الآن هو متروك إلى دراسة هذا الرد من قبل الجهات المعنية في الكويت وفي دول الخليج لمعرفة ما هي الخطوة القادمة مع لبنان. فيعني من ناحية عامة نشكر أشقائنا في لبنان على تجاوبهم مع المقترحات والأفكار التي نقلت في هذه الورقة من ضمن إطار إجراءات لبناء الثقة بين دول الخليج ولبنان. موضوع القمة العربية، وزير خارجية الجزائر طرح موعد محدد مقترح من الجزائر لانعقاد هذه القمة. لست في حل أن أنا أكشف عن هذا الموعد، ولكن يستطيع الإعلام العربي أن أو الجزائري أن يستفسر الأمر من الوزير الجزائري. وبالتالي ليس هناك بعد جدول أعمال لهذه القمة، لكن في أحاديث السادة الوزراء هناك تصميم أن تكون قمة إيجابية ذات محتوى وذات توجه وذات هدف. فيما يتعلق بما يتعلق بالمشاركة السورية أو عودة سوريا إلى شغل مقعدها في الجامعة العربية، هذا الموضوع لم يطرح في الحديث اليوم على الإطلاق. هي الأزمة السورية أو المشكلة السورية في إطار بحث المشاكل الأخرى، سواء اليمن أو ليبيا أو سوريا، بتطرح بشكل عام. موضوع عودة دولة لشغل مقعد أو دعوتها للمشاركة في قمة، هذا يسبقه دائما مداولات، مشاورات، طرح مشروع قرار، أفكار، رؤية الدول الأعضاء كيف ترى هذه الدولة أو تلك مجموعة من الدول أو مجموعة أخرى، ما هو المطلوب من الجانب السوري، كل هذا إليه بعد. وبالتالي الأمر لم يطرح اليوم. شكرا. وقبل ما أعطي الباب للأسئلة، أتمنى إحنا يعني معالي الأخ الأمين العام وأنا احنا نبي نرد على كافة اخواتنا واخواننا الصحفيين، لكن ما راح يكون هذا الامر اذا كان كل شخص ياتينا بعدة اسئلة. فاتمنى ان كل شخص يكون في سؤال واحد ومحدد.
استاذ شوقي. السلام عليكم. شكرا لمعاليكم. ماذا عن الاعتداءات الحوثية على السعودية والإمارات والتهديد المنطقة؟ شكرا لمعاليكم. كان هناك في اجتماع لمجلس الجامعة المندوبين طارئ لمناقشة هذا الأمر، وكان هناك في قرار بالإجماع من كافة أشقائنا العرب بإدانة تامة لكل هذه الاعتداءات الإجرامية الإرهابية على الآمنين سواء داخل الأراضي السعودية والتي الآن مستمرة لثلاث سنوات ونيف، أو الذي حصل مؤخرا في أبوظبي وفي الأراضي لدولة الإمارات العربية المتحدة. فدول أو دول الأعضاء في جامعة الدول العربية تصدت إلى مسؤوليتها في هذا الأمر، ونحيي كذلك البيان الصحفي الذي نزل من مجلس الأمن والذي أدان هذه الاعتداءات كذلك. فهناك في تفهم دولي لهذه الأعمال العدوانية والتي ليست من صالح أبدا الأمن الجماعي العربي، في هناك في تقويض إلى الأمن القومي لدول الخليج والذي هو أحد روافد الأمن العربي. شكرا. اسمح لي سيادة الوزير، وزير خارجية اليمن أيضا قدم للاجتماع الوزاري رؤية محددة بما ترى اليمن والجهد الذي يبذل من إلى تسوية سياسية، وأنه الجانب الحوثي هو الذي يرفض مدعوما بقوة إقليمية واضح جدا تدخلها في هذا النزاع. رجوع إلى الأزمة أو الملف اللبناني، وكما وصف وزير الخارجية اللبناني لقاءه بكم معالي الوزير بأنه كان إيجابيا، متى سنرى عودة للسفراء؟ هذا الأمر الآخر بالنسبة للسيد الأمين العام المتعلق بالقضية المركزية وهو الملف الفلسطيني، ونقول الجهود العربية بالتعاون مع الإدارة الأمريكية الحالية لعودة إلى طاولة المفاوضات. متى نرى العودة إلى طاولة المفاوضات؟ شكرا. شكرا. ومثل ما ذكرت الآن استلمنا الورقة، ومجرد أن أتانا الرد هو بحد ذاته لعلها خطوة إيجابية من المسؤولين اللبنانيين بالتعامل بالشكل المطلوب مع المقترحات لإجراءات بناء الثقة مع لبنان. الآن نحن بصدد دراستها وأشقائنا في دول المجلس، وإن شاء الله يعني بناء عليها يتم أخذ الخطوات المناسبة. فيما يتعلق بالملف الفلسطيني، وزير خارجية فلسطين طرح الأمر على الاجتماع، الوضع الحالي، اللحظة الحالية من المشكلة الفلسطينية. وزير خارجية الأردن أيضا تحدث مستفيضا في هذا الشأن. حقيقة الأمر التي يجب أن نصارح أنفسنا ونصارح العالم بها، إنه هذه الحكومة الإسرائيلية الحالية التي يتقبلها الجانب الأمريكي ويحاول ويسعى للحفاظ عليها، وربما أيضا الجانب الأوروبي واسعى للحفاظ عليها، لا أعرف لماذا هذه الحكومة ترفض بالكامل العودة إلى المفاوضات، وترفض بالكامل إتاحة الفرصة للشعبين الفلسطيني واليهودي الإسرائيلي أن يتوصلا فعلا لاتفاق حول الدولتين.
المطلوب من المجتمع الدولي من الإدارة الأمريكية أن على الضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل العودة مرة أخرى إلى عملية السلام، لأنه في غياب مفاوضات جادة حقيقية ذات محتوى وذات إطار زمني سوف ينفجر الوضع في فلسطين. أؤكد على هذا، سوف ينفجر الوضع في فلسطين والشعب الفلسطيني لن ينتظر طويلا. وهذا الضغط يجب أن يصدر من الجانب الأمريكي، من الجانب الأوروبي، ومن الأطراف العربية. الأطراف العربية بصفة عامة تضغط دائماً المفاوضات ومفهوم الدولتين. للأسف المجتمع الدولي يعني أقول إيه، الحماس فقد الحماس نتيجة للضغوط الأخرى التي أحاطت في العشرة أعوام الأخيرة. العشرة الأعوام الأخيرة كانت أعواماً مدمرة الدول العربية وأيضاً على القضية الفلسطينية للأسف الشديد. شكراً. بس أذكر رجاءً أن كل واحد سؤال واحد، رجاءً. تفضل أخي. السلام عليكم. سعد السعيدي، قناة الجزيرة. الآن احنا نريد بس أن نسأل وزير الخارجية الكويت، هل سنشهد عودة لسفراء دول الخليج إلى لبنان أو سفراء لبنان في الدول الخليجية بعد هذا الرد؟ وهل سيكون هناك اجتماع خليجي أو دول الخليجية أقصد مع بينهم لدراسة هذا الرد اللبناني؟ شكرا جزيلا. وأعتقد أن أنا جاوبت في كم أو في السؤال السابق. الآن إحنا في صدد دراسة، ونحن يعني الخطوات اللي نأخذها بالتنسيق مع أشقائنا في دول المجلس. وأتانا الرد في الأمس بالليل، فيعني نحتاج شوية وقت لدراستها في يعني دائما في أوساطنا في الكويت وبالتنسيق مع أشقائنا دول مجلس التعاون، وإن شاء الله بعدها يتخذ القرار اللي فيه فائدة للجميع إن شاء الله. فواس ميرام من وكالة الأنباء الكويتية كونة. دولة الكويت ومنذ ترأس المجلس الوزاري العربي في سبتمبر الماضي وضعت نصب عيونها دفع من مسيرة العلم العربي المشترك وإيجاد حلول لأزمات المنطقة وخلق أوجه تعاون لمواجهة أزمة كورونا وتداعياتها، نود إيجازا بذلك. شكرا. شكرا جزيلا. ويعني من احنا دولة الكويت من ترأست الدورة 156 لمجلس الجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، كانت هناك طبعا المنطقة فيها الكثير من التحديات، لكن تحدي غير التحديات الأمنية، التحديات السياسية أهمها لعلها جائحة كورونا، واللي كشفت يعني بواطن القصور في كل الدول العربية، حيث أن ربكة كانت في كل الدول العربية، وكذلك كانت أوجه التعاون بين الدول العربية. ولعلي لا أضيع سرا أن كذلك الأمين العام حاول أن يعني خلال الجائحة أن يكون هناك في اجتماعات متعلقة في التعاون في مجال مكافحة كوفيد، لكن للأسف لأن الظروف كلها كانت العالم كله ينكف على ذاته ما حصلت مثل هذه الاجتماعات وهذا التنسيق. اليوم في اجتماعنا كان هناك في أريحية في الطرح، وكان هناك الجوانب كلها كانت من ناحية شفافة، وكان هناك في مكاشفة، وكان هناك في أهمية بأن يكون هناك في دروس ونتعلم من الربكة التي حصلت في بداية جائحة كورونا، ونكون أكثر محصنون حيال أي جائحة أو وباء أزمة قد نمر بها في المستقبل لا سمح الله، منها يعني أزمة صحية. ف
فأن يكون هناك في وقاية وتحصين بالنسبة إلى يعني استخدام وتصنيع استلام الأجهزة الوقائية، مشاركة أكثر في تبادل الخبرات تجارب وغيرها الطبية. كذلك تكلمنا بالنسبة إلى الأبعاد الأخرى التي تأتي يعني كإرهاصات لهذه الجائحة، وبالأخص الأمن الغذائي، والدول العربية كلها لديها الإمكانيات لكي إن تكون لوحدها تقدر تستطيع أن تؤمن الأمن الغذائي لجميع الدول العربية، حيث أن بعض الدول لديها وفرة، بعض الدول لديها نقصان، ومن خلال أن يكون هناك في نظرة شمولية فيما يتعلق بالمواد الأولية، المواد، أجهزة المواصلات، التخزين، الممرات وغيرها من هذه الأمور، لعله نصل إلى مثل هذا المفهوم التكاملي فيما يخص الأمن الغذائي. وكان هناك اليوم يعني من ضمن الأفكار المقترحة أن يكون هناك في دراسة إن شاء الله تقدم في القادم الأيام، لعله في شهر سبتمبر القادم. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عبد الله الكندري، وكالة الأنباء الألمانية. سؤال للمعالي أمين العام لجامعة الدول العربية، ما هو دور الجامعة من الملف الإيراني وتجاوزات إيران في المنطقة؟ وشكرا. شكرا جزيلا. الجامعة العربية منذ عدة سنوات، منذ ما يقرب من 6 سنوات، شكلت لجنة عربية من 4 دول: السعودية، البحرين، الإمارات، مصر، وبمشاركة الأمين العام. هذه اللجنة تتابع وبدقة شديدة جدا الأداء الإيراني في الإقليم في كافة عناصره، وتقدم تقرير إلى المجلس الوزاري 2 في العام، مجلس الوزاري لوزراء الخارجية العرب. هذه اللجنة أيضا تعد مشروع قرار وتستصدر هذا المشروع، وهناك مشروع قرار موازي يصدر عن المجلس الوزاري. أحيانا بعض الأطراف أعضاء اللجنة يقدموا تقارير كاملة توزع على الأعضاء الجامعة، وتختر الأمم المتحدة، يختر أمين عام الأمم المتحدة، يختر رئيس مجلس الأمن، مطلوب منه أنه يوزع هذه المستندات على أعضاء الأمم المتحدة. وبالتالي هناك جهد يبذل من قبل الرصد، الإدانة، كشف المواقف، وتوزيعها وإطلاع المجتمع الدولي عليها. ده مضى عليه 6 سنوات حتى الآن. شكرا. آخر سؤال. السلام عليكم. خلف الدواي من الشرق الأخبار. السؤال لمعالي الأمين. معالي الأمين، نرى بعد الانتخابات الأخيرة في العراق والأوضاع لا زالت معلقة في تشكيل حكومة، هناك زيارات إيرانية مكوكية للعراق، اجتماعات يعقدونها هناك. في الجامعة العربية في اجتماعكم اليوم، هل تم بحث هذا الأمر أو تدخل عربي في اجتماعات موازية أو تحرك موازي للتحرك الإيراني؟ شكرا معالي الأمين. شكرا. يعني دعني أصارحك أيضا أن الوزراء العرب والجامعة العربية بصفة عامة حريصة على عدم أو حريصة على ألا تبدو وكأنها تتدخل في شأن دولة عضو من أعضاء الجامعة العربية. قصد الأداء الإيراني، هناك لجنة معنية
تحدده، ولكن لا نستطيع أن نقول سوف ننشط نحن العرب تجاه دولة عضو كاملة العضوية لديها حيثياتها ولديها رئيسها ورئيس حكومتها ووزير خارجيتها، أن نقول لهم افعلوا ذاك أو لا تفعلوا هذا. في بعض المسائل تحتاج لحرص، لكن المتابعة أنا أقدر أقول لك أن قائد الحرس الثوري الإيراني زار بغداد يوم كذا وقابل هذا المسؤول وذاك، الرصد كامل للأداء والحديث مستمر دائما مع الإخوة العراقيين، ولكن ليس من خلال النشاط الإعلامي. شكراً.